نجي الآن لللوبس. اللوبس يقول لي هنا are the two dimensional graphic، هنا أتكلم graphic displays of two scalars values. يقول لي اللوبس هي عبارة عن two dimensional graphs، عبارة عن منحنيين أو خطين، يعني رسمتين نرسم فيهم اللوب، عبارة عن شهيق زفير، شهيق زفير، تمام؟ لكل نفس. طيب يقول لي the most commonly used for analysis and interpretation are the pressure volume loop and the flow volume loop. يقول لي أكثر اللوبس استخداما في إنه أسوي analysis، تقييم للنفس الصناعي، اللي هي pressure volume loop، اللي هو pressure وvolume loop والvolume والflow loop، تمام؟ وهذا هم الفرق بين الفوليوم flow loop والفرق بين pressure volume loop. طيب نجي هنا السلايد هذا، يقول لي اشرح لي أول شيء pressure volume loop. يقول لي أول نقطة هنا the pressure، ما أعرف إيش هذه. The PAO can be read from the x-axis and the volume from the y-axis. طيب هذه أنا ما أعرف هي قصدهم pressure airway مع اختصار لإيش. طيب لكن هو يقول في هذا النقطة إنه هو يقرأ عن طريق ال y-axis وال x-axis. إيش هو ال y-axis وال x-axis؟ عندنا هنا الصفر، تمام؟ زي في الرياضيات يا جماعة، اللي يتذكر الرياضيات عندنا ال x وال y، عندنا ال x-axis وعندنا ال y-axis، عن طريقهم نقدر نرسم اللوب حقنا. طيب يقول لي هنا بالنقطة الثانية the double-headed arrow indicates that the flow resistive pressure is difference between PAO and PL dash line. طيب اللي فهمته من كلامهم أنا اختصارات هذه المفروض يحط لنا إيش هي، يعني مثلا زي هنا pressure volume loop عرفنا الاختصار هذا إيش، بس PAO لازم يحط الاختصارات. طيب طيب نجي هنا يقول لي انه الدبل ايروز المثلثين هذول الاسهم هذه اللي طالعة تبين لي قمة اللوب او اللي هو قمة النفس او نهاية الشهيق وبداية الزفير، تمام؟ هي الاختلاف ما بين الشهيق والزفير، حاط لنا هنا inspiratory واكسبيراتوري، تمام؟ هذه نهاية اللي تفصل بين الاكسبيراتوري والانسبيراتوري، تمام؟ طيب يقول لي هنا لا بتكلم النقطة الثالثة. طيب يقول النقطة الثالثة the PTA remains the same throughout inspiration. طبعا ايضا ال PTA انا have no idea ايش يقصد في ال PTA وال PAO. ال PTA يقول لي انه remains the same throughout inspiration as it does for the step ascending ramp pressure waveform once the initial peak flow is reached and maintained during the constant flow ventilation. يقول لي هنا انه هذه اللي انا فهمته، انا ماني فاهمه ايش يقصد في ال PTA ومدري ايش هذه اختصارات. اللي انا فهمته انه الانسبيراتوري شو اسمه الانسبيراتوري ويف يمشي 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 لحد ما يوصل للبيك فلو، تمام؟ تنتهي لحد الماكسيمم
inspiratory flow، وإذا خلصت يبدأ بالexpiratory phase. تمام، هذا اللي فهمته من النقطة هذه. ويبدأ يعطينا maintain during constant flow ventilation، أي يكون maintained ما يوقف لحد ما، إذا كان في constant inspiratory ventilation لحد ما ينتهي ال inspiratory time. طيب، وأيضا يقول لي هنا في آخر نقطة the PIP of 30 centimeter of water dash line and peak of PALV. ال PALV or plateau pressure. The trans okay مع عليه okay. ال PALV اللي هو ال شو اسمه اللي هلا ال peak alveolar pressure، وال PTA اللي هو trans airway pressure. ويرسم لنا راسم لنا هذه الرسمة، مهمة جدا. ليه؟ لأنها بتعلمكم كيف تقرون اللوب. طبعا هنا في ال في الانسبيتوري هنا يعقد لنا البيب، تمام، كمية البيب احنا حاطينها، وحاطها هنا تقريبا مو 10، حاطها تقريبا 5 أو حاجة. طيب، وهنا يمشي 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 ال الترانز ايرواي بريشر، هو البريشر اللي يدخل أثناء النفس الصناعي. البريشر الترانز إيرو بريشر، البريشر اللي ينقل ينقل الفوليوم وينقل الأكسجين. الترانز يعني هو من اسمه ترانز، يعني ينقل النفس الصناعي. البريشر اللي ينقل النفس الصناعي ما يوقف إلا لحد ما يوقف الشهيق، تمام. فيمشي الترانز إيروي بريشر يمشي 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 لحد ما يوصل للبيك، تمام. وتبدا الالفيولاي تكون في حاله البيك الفيولر بريشر، تكون الالفيولاي مدفوخه للماكسيمم، وبعدين يبدا الشهيق الزفير، يبدا الزفير، تمام. فكذا شهيق زفير، تمام. طيب، وايضا يقول لي هنا اذا البيب وصل، اذا البي اي بي وصل الى 30، تمام، and the peak alveolar pressure وصل 25 are labeled. لازم تكون labeled. ليش؟ لأنه أنا باقي تكة على الالفيول. إحنا قلنا الالفيولاي maximum pressure يدخلها 30 سنتيمتر of water. إذا دخل أكثر، إذا دخل أكثر تعتبر risk إنه اللونج قاعد يتمدد أو hyper inflated، فبالتالي ممكن يصير فيه مثاركس، ممكن يصير فيه lung injury. يقول لك ال PIP لما يوصل 30، يعني ال PIP وصل درجة عالية. ال PIP ترى ما يوصل غالبا 30 إلا إذا كان في ريزيستنس عالي، إذا كان في مثلا سكريشن عالية، في شيء مقاوم لدخل، يعني البريشر يزيد أثناء الشهيق. الترانز إيرو بريشر يزيد أثناء الشهيق لحد ما يوصل البيك عنده إلى 30 وفوق. إذا البيك وصل 30 وفوق يعني في مشكلة، ولازم يقول نعمل labeling اللي هو ناخذ الموضوع جد في الحسبان. ما نقول اوه وصل 30، لا خلاص نصبر لحد ما وصل 40، لا 30 is too much، لانه الالفيولاي بتكون بنسبة مقاربة، البريشر بالالفيولاي يكون بنسبة او بمعدل مقارب للبيك، تمام. يعني بحطه في الحسبان، هو مو غالب انه يكون في معدل مقارب، لكن بحطه في الحسبان لانه احتمال الالفي لا يحصل فيها، اذا دخل فيها بريشر اكثر من 30 ممكن ما تحتمل، فيصير في لونج انجري. فيقول لازم تعمل ليبلينج، تمام. اهم شيء في هذه السلايد نعرف انه كيف يبدا اللوب، كيف ينتهي، وايش البيك حق اللوب، وايش بدايه يعني هنا مثلا، هنا بدايه البيس لاين حقنا في البيب حاطه 5، تمام. وبعدين بدينا inspiration و expiration، لازم نعرف هذا الشيء، ونعرف البيك وين، والترانس اير الترانس بريشر ترانس ايروي بريشر ايش هو، هو البريشر اللي يدخل في inspiration، والالفيولر بريشر وين يكون، يكون عند البيك، يكون بعد البيك. هنا البيك عشان نكون دقيقين، هنا الالفيولر بريشر. طيب، مثل الويف فورم، واحنا قلنا نوصل للبيك بعدين شوي، بعدين نسوي هنا البلاتو اللي هو الالفيولر بريشر، وهنا البي اي
بي بعدين نسوي هولد بعدين ننزل بعدين نرجع انسبيرتوري وهكذا. طيب طيب نجي سلايد اللي بعدها وتقول لي effects of long thoracic compliance on طيب نجي الآن للسلايد اللي بعدها وتقول لنا effects of long thoracic compliance on the pressure volume loop. إيش هي التغيرات اللي أنا راح ألاحظها في ال pressure volume loop وأيضا تخص ال compliance؟ تمام. طيب أول نقطة يقول لي the pressure volume loop illustrates how a reduction in the compliance causes the loop to move down and to the right اللي هي toward the pressure axis. طيب ايش يقصد؟ يقول هنا بما انه احنا اللوب يترسم اللوب على x axis y axis تمام، اذا الكومبلاينس حصل لها reduction يعني قلت الكومبلاينس، ومتى تقل الكومبلاينس؟ لما تزيد resistance، ومتى تزيد الكومبلاينس؟ لما تقل الريزيستنس. فاذا كانت في مقاومه لدخول البريشر والاير لداخل اللونج فبالتالي تقل الكومبلاينس لانه في مقاومه، نص البريشر والفوليوم اللي المفروض يفتح اللونج ما دخل تمام، فبالتالي الكومبلاينس قلت. ليش؟ لانه في مقاومه في ريزيستنس، لكن لما تقل الريزيستنس بتزيد عند الكومبلاينس والعكس. طيب طيب يقول لي الان خلنا نركز على اذا قلت الكومبلاينس كيف اشوف اللوب من اللوب من البريشر فوليوم لوب، بالاخص بريشر فوليوم لوب راح اعرف انه الكومبلاينس قلت. تمام. طيب يقول لي الان هذا هو اللي احنا قلنا انسبيراتوري اكسبيراتوري تمام. طيب الان جاني مثلا كذا انسبيراتوري تمام واكسبيراتوري، البريشر زاد. طبعا احنا ما راح نوصل طبعا 60 يعني مره يخوف. طيب البريشر زاد، مو هذا هو البريشر؟ احنا البريشر زاد، الفوليوم كم دخل لللونج؟ دخل لللونج خلينا نقول نسقط هنا خط مقطع، دخل يمكن 380 390 يعني بتوين، فرق ما بين انه يدخل 600 فرق ما بين يدخل 300 تمام. فهنا الكومبلاينس قلت، اعرف ان الكومبلاينس قلت لما ينام اللوب على اليمين على الاكس اكسس، اعرف ان الكومبلاينس قلت والبريشر زاد. البريشر متى يزيد؟ لما الفنتيتر يحس انه في ريزيستنس عاليه فيزيد البريشر عشان يزيد يقاوم المقاومه هذه ويفتح الاير واي الابستراكتد ويدخل الفوليوم تمام. واذا اعطاني مثلا كذا شوفوا الى وين واصل الفوليوم، واصل 800 والبريشر عندي 41 مدري كم تمام. فانه هنا الكومبلاينس عالية وصلت دقة الفوليوم 800، فاكيد ان الكومبلاينس عالية. عكس يعني كل ما راحت فوق، كل ما راحت الجهة الواي اكسس الجهة اللي راح اللوب الجهة الفوليوم فالكومبلاينس زادت، واذا انسدح الجهة الاكس اللي هو جهة البريشر اذا الكومبلاينس قلت. النقطة الثانية تقول لي the increases in PIP from 30 to 40 centimeter of water is a proportionate to the increase in alveolar pressure from 25 to 35 centimeter of water that is caused by the reduction in compliance تمام and the trans airway pressure gradient throughout inspiration and between the PIP and the plateau is held constant pressure airway trans airway pressure is affected by changes
in the resistance not by the changes in compliance. طيب يقول لي هنا ال PIP لما ال PIP وين احنا قلنا هو قمة، خليني امسح هذا الحوسة اللي سويتها. ال PIP يقول لي هو هذا هو قمة البريث، ال PIP والالفيولر بريشر، الفيولر بريشر هنا والPIP في القمة في الزاوية. يقول لي لما يزيد ال PIP راح اواجه او راح اعرف في انه في زيادة في الفيولر بريشر، وهذا شيء طبيعي لانه تخيلوا مثلا هذا تخيل وهذا صفر هنا تخيل، تمام؟ وراح ارسم كيرف كذا، دقيقة راح ارسم كيرف كذا مثلا راح ارسم مثلا كيرف ثاني كذا هنا ال PIP كم وهنا ال PAL V الالفيولر بريشر وهنا ال PIP كم والالفيولر بريشر هنا كم. هنا ال PIP لما ان اسقط كذا راح اشوف ان البريشر هنا تقريبا 65، الالفيولر بريشر كم بيكون؟ طبعا هذا يعني بس ابين لكم انا هنا 60 مثلا، طبعا هو ما يوصل ان شاء الله 60 بس انا بس كذا اشرح لكم. يعني يقول لك كل ما زاد ال PIP راح يكون في زياده في الالفيولر بريشر، عكس لما يكون ال PIP مثلا 50 الفيولر بريشر بيكون 45 مثلا او يعني اقل. فاذا قل ال PIP قل معاه الالفيولر بريشر، واذا قل واذا زاد ال PIP زاد معاه الالفيولر بريشر، تمام؟ يقول لي وهذا الزياده تعني انه قلت الكومبلاينس، تصاحبها قله في الكومبلاينس، وهذا نفس الشيء اللي شرحناه قبل شوي، كل ما كانت الكومبلاينس قليله زين كل ما كانت الكومبلاينس قليله كل ما زاد عندنا البريشر، تمام؟ كل ما انسدح الالفيولاي كل ما انسدح اللوب لجهه الاكس اكسس كل ما زاد البريشر قلت الفوليوم اللي هو الكومبلاينس، تمام؟ يقول لي ايضا انه الترانز ايرواي بريشر جريدينت ثرو اوت انسبيريشن از هيلد كونستنت، والترانز ايرواي بريشر راح يكون كونستنت راح يستمر ما راح يوقف، يعني شوفوا هنا تمام راح يستمر يكون كونستنت، يعني هنا مثلا هذه عرضها نفس دي، مو يعني مو عرضها نفسها، قصدي انه الترانز ايروي بريشر ما راح يتاثر في زياده البي اي بي او قله البي اي بي وزياده الكومبلاينس وقله الكومبلاينس، يقول راح يكون هيلد كونستنت. And يقول هنا أيضا ال trans airway pressure is affected by the change in resistance، إلا إذا كانت في resistance، عفوا is affected by عفوا the trans airway pressure is affected by changes in resistance not by the compliance، راح يتأثر فقط في resistance وليس في compliance، يعني حتى لو ال pressures هم اللي يتأثرون في compliance الترانز ايروي بريشر هو يتاثر في الريزيستنس وليس الكومبلاينس. وضحت ان شاء الله وضحت، عارف اني كلش وارد بس تحملوا تمام. طيب عندي سلايد اللي بعدها يقول لي افكت اوف اير فلو ريزيستنس اون ذا بي اي ذا بي في ال. طيب الحين بنتكلم عن الريزيستنس. الريزيستنس يقول لي in situations where the air flow resistance is increased the PALV remains unchanged while the PTA PIP and PAO are increased. يقول لي هنا انه في حالات ال air flow resistance is increased لما يزيد عندي مقاومة ال air flow مقاومة دخول ال flow وال air في اللونج، لما تزيد الريزيستنس ايش راح يصير في الالفيولر بريشر؟
طيب يقول ان الالفيولر بريشر راح يكون اون تشينجد while the PTA and PIP and PAO are increased. يقول لي هنا في المثال هذا انه لما تزيد الريزيستنس تمام في دخول الاير الالفيولر بريشر ما راح يتاثر او عفوا ما راح يكون يعني يزيد او يقل، راح يكون نفسه تمام، لكن اللي راح يتاثر عندنا ايش؟ راح يتاثر عندنا الترانز ايرواي بريشر تمام، بحيث انه مثلا بيزيد مثلا هذه اللوب الترانز ايرواي بريشر فيها غير هذا اللوب مثلا اللي عنده الكومبلاينس عاليه والريزيستنس قلت تمام، فعرض اللوب هو الترانز ايرواي بريشر راح يتاثر بتاثر الريزيستنس تمام، راح يتاثر معاه. ويقول البي اي بي ليش يتاثر معاه؟ لانه بيكون اما يزيد هنا او يقل هنا، لكن مو البي اي بي يتاثر يعني البي اي بي عفوا يتاثر بالكومبلاينس اكثر من انه يتاثر بالريزيستنس تمام. ايش بعد؟ ايوه ويقول هنا انه they will increase، يعني مو اي تغير، مثلا خلني اقول مثلا عندي مثلا هذا الزيرو تمام، بسوي منحنى تمام، وعندي طلع الانسبيريشن تمام، ووصل هنا وسوالي لوب تمام، عندي الترانز ايرواي بريشر تاثر. ليش؟ لانه مثلا الريزيستنت زادت في البي اي بي زاد عشان يدخل البريشر عشان يفتح المقاومة هذه تمام. وعندي ايضا انا لحظة دقيقة ايوه، وعندي انه الالفيولر بريشر راح تكون تقريبا، يقول ما راح تلاحظون اي تغير ملحوظ في الالفيولر بريشر من الريزيستنس، راح تكون remains unchanged with the PTA and the PIP and the PAO2 are increased. طيب أنا ماني قادرة أقتنع من هذه السلايد إنه الالفيولر بريشر ما راح يتأثر بتأثر PIP، لأنه هنا قه كاتب لنا أو قايل لنا انه البي اي بي انه الالفيولر بريشر هنا البي اي بي لما يزيد proportion to increase the alveolar pressure. كيف هنا يقول لنا برضو في السلايد هذه انه الالفيولر بريشر راح يكون remains unchanged while البي تي اي والبي اي بي والبي اي او بيكونون increased، عرفتوا؟ يعني this is a question صراحة اللي بتسألوا الدكتور عنه، انه كيف هنا يزيد ال PALV هنا ما يزيد وهنا يزيد، هنا يزيد وهنا ما يزيد، كيف؟ يعني هو يتماشى مع ال PIP صح ولا لا؟ هذا فهمنا. هنا في تساؤل، انا شرحت لكم سلايد لكن مخي مو مقتنع فيها، فما اعرف اذا الدكتور شرح لكم شيء او والدكتور او اللي ماسك عندكم مادة. طيب نجي للسلايد اللي بعدها، السلايد اللي بعدها تقول inflection points and alveolar over distending. كيف نعرف الانفلكشن points والالفيولر over distending؟ يقول لي اول نقطة، an inflection point is a mathematical term that refers to a point of a curve at which a change in the direction of the curvature occurs. Inflection points in the PVL can represent changes in alveolar opening and closing and are also termed P flex. طيب
يقول لي الانفلكشن بوينت هي عبارة عن ترم مصطلح يستخدم للإشارة إلى البوينت of the curve. إيش هي البوينت of the curve؟ اللي هي هذه، تمام؟ البوينت، عفوا، اللي هي هذه، سوري، هذه حاطين عليها هنا زي التقاطع، الانفلكشن بوينت، تمام. يقول لي انها برضو النقطة الثانية the upper inflection point represent either the presence of alveolar overdistending during inspiration or long recall and airway resistance characteristic during exhalation. يقول لي هنا انه الانفلكشن بوينت اللي هي قمة اللوب او زاوية اللوب او تقاطع اللوب الانسبيراتوري والاكسبيراتوري، اما انها تبين لنا الاوفر ديستندنج حق الالفيولاي، نشوف فيها علامة الاوفر ديستندنج، او نشوف فيها علامة اللونج ريكول او الايرواي ريزيستنس، وكل هذه بيشرحها لنا في السلايد. يقول لي لما تكون الانفلكشن the lower inflection point، عندي عفوا هنا upper inflection point هذا التقاطع الاول، وعندي هنا التقاطع الثاني، طبعا الزاوية بتكون كذا، تمام. عندي التقاطع الأبر وعندي التقاطع اللور، تمام. الانفلكشن الأبر والانفلكشن اللور. يقولي اللور انفلكشن بوينت represent the opening pressure، represent the opening pressure يعني بيعبر لي عن بداية يعني فتحة الفنتليتر لوب وخروج البريشر، تمام، كذا يطلع، تمام. فهي الاوبننج اوف بريشر، تمام، لانها تبدا من عند البيب. طيب هذه اللور. طيب the big shape part of the PVL at end of inspiration red shadow area is the region of pressure where the rising pressure does not lead to increasing volume and indicates pressure of alveolar overdistending. طيب يقول لي هنا انه واحنا قلنا انه الويف او اللوب، عفوا، يجي كذا inspiration، ولما يوصل ال PIP للقمة، يوصل القمة مثلا خلنا نقول 20، يبدأ الإكسبيريشن، تمام. لكن يقول لما يكون في أوفر ديستندينج مثل إيش؟ مثل في إير ترابت في الألفيولاي، مثل في أوتو بيب في الألفيولاي، تمام. يعني إحنا مو بس دخل البي آي بي، في أيضا من قبل في النفس، من النفس اللي قبل كان في إير ترابت ما طلع، تمام. فيقول راح يرسم لنا اللوب كأنه في زي الذيل زيادة على البي اي بي. يعني مثلا لو امسح لكم هذه الحوسة، بيقول شوفوا، بيقول هنا وصل البي اي بي، لكن لانه في اير ترابت، لانه في اوتو بي، في بريشر زيادة، الالفيولاي اوفر ديستندينج، رح يميل الكيرف كذا، يصير كذا، تمام. ما راح يوصل للبي اي بي على طول يسوي انسبيريشن، لا، راح يعطيكم المنحنى هذا، تمام. لما تشوفون المنحنى هذا انه الانسبيراتوري لوب مشى كذا، ما وصل للبيب، لا، اخذ زي الانحناء بعدين راح للبيب، هذه دليل على وجود اوفر ديستندينج، تمام، او انديكيت اوفر ديستندينج. طيب نجي سلايد اللي بعدها، يقول لي changes in pulmonary mechanism. طيب إذا صار في changes في pulmonary mechanism، اللونج فجأة صار فيها RDS، اللونج صار فيها لا قدر الله مثلا إديمة وصارت RDS مثلا، أو أي حاجة، يعني تغير، في تغير صار في اللونج نفسها، في اللونج، في أنسجة الرئة، في الإيرويز، اللي هي، طيب، أوكي.
كيف أعرفها من خلال اللوبس؟ أول نقطة يقول لي a shift to the right of the inspiratory limb of the PVL in a volume control mode indicates a higher pressure is required to overcome either airway resistance or long recall. طيب هنا نفس الكلام اللي شرحناه قبل شوي، يقولي لما يميل اللوب لجهة الإكس أكسس ويكون المود volume control mode، يعني أنا حاطة مود، أنا عمدا حاطة مثلا الفوليوم 300 وبس الكيرف أعطاني فقط 200، تمام؟ وأنا حاطة المود 300، الست تايد الفوليوم حاطته 300 وهو فقط أعطاني 200، إذن هذا في مشكلة في الريزيستنس والكومبلاينس عن طريق إنه البريشر زاد، من إنه يكون مثلا 15 زاد إلى مثلا 20 أو زاد إلى 30، فبالتالي يعني قلت الكومبلاينس، صارت الفوليوم بدل ما هو 300 صار 200، وزادت عندي الريزيستنس، وزادت الريزيستنس أشوفها في إنه زيادة في البريشر، تمام. أيضا يقول لي النقطة الثانية observe the pressure required to deliver the same tidal volume in the graph. يقول لي أقدر من خلالها أعرف البريشر المحتاج أو اللي الفنتليتر، الحين إحنا مو قلنا إنه الفوليوم كنترول مود تتحكم في الفوليوم وتخلي البريشر على راحته في كل نفس. طيب أنا الآن حطيت تايد الفوليوم مثلا خلنا نقول 500، خلنا نمشي على الجراف، حطيته 500 تايد الفوليوم حقي 500 في الفنتليتر، تمام. أول مرة رسم لي أول بريث، أخذ شحيق، عفوا أنا يدي ترجف سامحوني، أخذ شحيق وزفير، فالبي آي بي عندي هنا كان مثلا 19، بعدين أخذ شحيق مرة ثانية وزفير وأعطاني 19 وصل لي 500، وأخذ شحيق وزفير وصل لي 500 وأعطاني 19 في كل نفس، يعطي في كل نفس يدخل فيه تعدد الفوليوم مناسب أو كمية مثلا 500 490 480، هذه كلها إذا قلت 10 وكذا عادي، بس اللهم أنه حدود 500 يعطيني بي آي بي 19 كل يوم كل نفس، تمام. فهذا هو البريشر الريكواير لانه على انه يدخل لي هذا الفوليوم، هو البريشر المطلوب ان يدخل لي الفوليوم. فجاه المريض قاعد يكح، الاكسجين قل، النفس زاد، صارت فيه لخبطه، صار فيه سكريشن، صار فيه مشكله في اللونج نفسها، فجاه بدل ما يعطيني 19 صار ياخذ 20 ويعطيني 400، تمام؟ صار ياخذ 25 مثلا ويعطيني مثلا 350، فتغير الـ PIP عندي. فلما يتغير عندي الـ PIP أعرف أنه صارت فيه الـ pressure اللي هو required، الـ pressure اللي أنا متعودة أنه يدخل، رئة المريض معتمدة عليه في أنه يدخل الست tidal volume، تغيرت، تغير كمية الـ pressure، فبالتالي تغيرت اللونج ميكانيزم او ميكانيكس. طيب عندي ايضا النقطه الثالثه يقول لي البريشر فوليوم لوب تشينجز اوبزرفد وذ الترنيشن اوف بلمونري ميكانيزم. يقول له ان يقول هنا انه الفوليوم بريشر لوب يتغير بتغير اللونج بلمونري ميكانيزم، تمام. النقطه الرابعه يقول لي 2 بي في ال ار ذس depicted the dotted loop is the initial tracing whereas the soiled loop shows a typical shift to the right of the PVL indicates that higher peak inspiratory pressure is required to deliver the same tidal volume decreased compliance. يقول لي هنا انه بهذا الجراف يتكلم، يقول عندي أول شيء هذا الإسقاط اللي هنا، هذا الـ PIP اللي هنا
والبي اي بي اللي في هذا المنحنى تقريبا هذا هو هنا، يقولوا انه البي اي بي هذا اعلى من هذا تمام، لكنهم وصلوا تقريبا نفس التايدل فوليوم تمام. فهنا ممكن يقول صارت مشكلة في الريزيستنس، غيرت لي البريشر لكن دخل الفنتليتر رغم انه عدل زاد البريشر، اللي انا دخل لي التايدل فوليوم اللي انا ابغاه واللي هو حاطط له ست في الـ في الست سيتنجز حقت الفنتليتر او حقت المود. طيب فهو يقول اقدر اشوف انه تغير البي اي بي، هو قاعد يوريكم انه اقدر اشوف تغير البي اي بي عن طريق اللوب حتى لو كان التايدل فوليوم نفسه تمام. طيب a similar shift to the right of the inspiratory limb of the PVM will be observed in the pressure controlled mood. However, a preset pressure will be associated with lower tidal volume as a result of decreased lung compliance. يقول لي هنا في الجراف الثاني، خليني امسح الحوسه هذه، يقول لي اما في الجراف الثاني فانا يعني يشرح لكم لما يكون المريض على pressure control mood، المود اللي تتحكم في البريشر، فأنا ضابط البريشر كم تمام، وفجأة تغيرت عندي الكومبلاينس، فلما تغيرت عندي الكومبلاينس إيش حصل بالبريشر تمام، إيش حصل بالبريشر، البريشر هنا مثلا غير عن هنا، لا دقيقة انا مسوي كنترول للبريشر، الفوليوم هو اللي تغير، يقول هنا وهنا نفس البي اي بي تمام، نفس البي اي بي انا مسوي كنترول للبريشر، فقاعد يعطيني في كل نفس انه البريشر نفسه، لكن تغيرت الكومبلاينس بسبب ريزيستنس بسبب اوبستراكشن بسبب وات ايفر. فهنا اول نفس اعطاني فوليوم 380 مثلا، والنفس الثاني اعطاني فوليوم 500، فهو يقول انه هي سيميلر، اقدر اشوف في احد حتى الكومبلاينس، تغير الكومبلاينس في البريشر كنترول مود في عن طريق اني اشوف الفوليوم شو اسمه الفوليوم او الواي اكسس اللي هنا يبين لي الفوليوم كيف تغيرت عندي الكومبلاينس من one breath to another breath، لكن the pressure حاصل له controlled تمام. طيب اخر مو اخر سلايد، هذه باقي السلايد. طيب السلايد هذا يقول لي patient triggered breath، انا كيف اعرف ال patient triggered breath، كيف اعرف ان يعني احنا قلنا في في scalars انه الفنتليتر يعطينا زي الشهقة كذا، زي النزلة في ال في النيجاتيف reflection بعدين يعطيني البريث، فاعرف هنا انه ال patient سوى trigger، لكن في اللوب كيف اعرف؟ يقول هنا pressure volume loop for patient triggered breath during pressure control continues mandatory ventilation. خلنا نفرض انه هم حاطين له continuous mandatory ventilation يعني control pressure control mode. Notice that part of the curve moves to the left of the y-axis reflecting a drop in the pressure during inspiration. طيب يقول لي في الدروب الانسبيريشن يحصل لها دروب تمام، the curve traces to the right of the y axis as the ventilator delivered positive pressure breath. طيب يقول لي هنا انه بدل ما يبدا مثلا الفنتليتر هنا حاط لي مثلا هنا البيب مثلا 5 تمام، المفروض يبدا كذا inspiration expiration تمام، اذا اخذ المريض تريجر تمام يبدا الفنتليتر يجي كذا اكسبيريشن بعدين يعطيك زي الشخطه كذا زي الاكس ويبدا انسبيريشن، هذه الاكس او المثلث هذا يترسم لما يكون في تريجر، والتريجر احنا قلنا مو المريض ياخذه في النيجاتيف سايد، مو احنا قلنا اذا كان عندي بيس لاين هنا زيرو في الويف فورم في سكالر يعطي المريض كذا بريث بعدين ينزل عن الزيرو مثلا او في النيجاتيف سايد بعدين يعطي بريث ثاني تمام،
هنا نفس الشيء، البيب هذا هو البيس لاين، تمام، اعطى زياده عن البيب، بدا اكسبير يعني جاء هنا، جاء من الاكس اكسبيريشن، زين، بدل ما يروح مره ثانيه انسبيريشن، لا بدا من هنا، بدا من الصفر، يعني مو بدا من البيب، بدا من الصفر، اعطى الانسبيريشن من الصفر وزياده شوي ممكن، تمام، بس هو يرسمها لكم على شكل مثلث، يعني يرسمها لكم على شكل كانه جاي كذا بعدين كذا شخطه، تمام، فانتوا اعرفوا انه هذه patient triggered. يقول لك ايضا انه بتبين لك كانها pressure value becomes in the negative، هذا البريشر، مو احنا قلنا هذا البريشر وهذا الفوليوم، تمام، يصير كانك كان البريشر دخل في النيجاتيف، دخل في الزيرو، الزيرو طبعا حقه البريشر الاكس اكس، مش الزيرو حقه الواي اكس، ما دخل هنا، لا ما دخل كذا وقال كذا، لا دخل في الاكس اكسس. اذا في سؤال اساله، تمام، لانه احس اني شرحتها بس ما ادري اذا اوصلت المعلومه او لا. طيب السلايد اللي بعدها يقول لي اير ليك، كيف اعرف الاير ليك في اللوبس؟ طبعا هنا ما تفلسف واجد في السلايد هذه، اعطاني اياها زبده على طول. قال انه البريشر يكون كذا، يبدا انسبيريشن والاكسبيريشن ما يكمل، يعطيني شخطه كذا، هذه علامه على وجود فوليوم ابليك، تمام، او اذا انا حاط الشكل الثاني لللوب بيعطيني كذا انسبيريشن والاكسبيريشن، يعطيني كذا صقعه في الزاويه، بعدين ما ينزل من هنا الانسبيريشن، لا ينزل من هنا، عفوا سوري انا غلطت معلش، يبدا انسبيريشن والاكسبيريشن ما يكمل، المفروض يكمل كانه زاويه كذا 1 2 بعدين يوصل للهنا، لا هذا يعطيك زي الفراغ، فالفراغ هذا هو ليك، تمام. وين اشوف الليك؟ في الاكس هيلد لوب او الاكس هيلد بيس لاين، هنا الاكس هيلد بيس لاين المفروض يطلع كذا، الاكس هيلد بيس لاين طلع لي ليك، مثل لما كنا نتكلم عن السكالر الفلو، هذا البيس لاين ينزل عندي كذا، سوري، مثل ما احنا كنا نتكلم في الفلو واي فورم اللي هو في السكالر انسبيريشن اكسبيريشن، بدنا نشخط الشخطة هذه في الفلو واي فورم عندي تعبر لي عن الليك، نفس الشيء هنا دايما الليك نشوفه في الاكسبيراتوري فيز. طيب نجي الان للبيب سي تايدل فوليوم، طيب بيب وكومبلاينس تايدل فوليوم كيف اعرفهم؟ طيب يقول هنا there are several methods that can be used to correctly set the peep including observing changes in the PV loop as peep levels are changes. طيب البيب ليفل لما يتغير البيب، خلنا نفرض هنا صفر، تمام، هنا مثلا كانوا حاطين البيب ثلاثة، هنا حاطين البيب خمسة، فيقول لك انا اعرف البيب بعده عن الصفر ولازم يكون البيب في البريشر اللي هو في الاكس اكسس، ما اشوف البيب هنا اقول اي والله هذا بيب، لا هذا هنا يبين لي ليك، ما يبين لي بيب، البيب اشوفه في الاكس اكسس، تمام، واعرف من خلال البيب اذا زاد البيب، هذا مثلا البيب ثلاثة فالفوليوم كان قليل، الكومبلاينس كانت قليلة، لكن لما رفعوا البيب الى خمسة اعطى كومبلاينس افضل، فالفوليوم صار افضل، تمام. هنا بس يوريكم كيف انه تحددون البيب. واخر سلايد عاد ريفرنسز، والله يوفقكم، انا اعرف اني طولت في الشرح وتفلسفت واجد عليكم واستر ما واجهتوا. وان شاء الله